لطفي دوبلكانون، ما قصتك مع الوزير الأول الجزائري؟ قصة مواطن يعني مد رأيه فقط، يعني شفنا باللي حتى نقارب الصورة المشاهدين، حتى يقارب الصورة. يعني كان هذا الوزير الأول يعني اللي هو يمثل الجزائر ما كانش عنده المستوى الكافي باش يمثل الجزائر. فأنا عبد الملك سلال الاستاذ ولا السيد عبد الملك سلال اللي كيما فوالا هو كان يمثل الجزائر، وكان التمثيل تاعو شويه ضعيف وتقريبا نقدر يعني نقولوا مهين باللغه العربيه. تقصد مش غير الحديث، حتى في الافكار، في طريقه القاء، يعني في الكاريزم تاعو كلش، يعني الكاريزما رجل سياسه ورجل الدوله. فكنت نقول، وكان الشعب الكل يقول باللي الجزائر تستاهل يعني شخص ولا وزير بحجم يعني قيمه الجزائر. فوالا دونك سي بور سا، لهذا انا درت اغنيه ننتقد فيها يعني اعمال هذا الشخص، دون ان اسب يعني هو ولا العائله تاعو، يعني في نطاق محترم على اساس انه مواطن انتقد وزير. هو اصلا الوزير تاعنا للاسف كان يقول باللي ربي سبحانه، هذا هو نقطه الانطلاق، قال باللي ربي سبحانه راهو يعس فينا بلي جمال، وهذه في حق الاله في الدين الاسلامي انتهاك لحرمه والقداسه الالهيه، تما لا يجوز يعني تشبيه وتجسيد الاله سبحانه وتعالى. فالناس ضحكوا ونادوا يسرفقوا، فانا يعني تاثرت بزاف. هذيك قلت ربي سبحانه ذا العزه والجلال يقول عليه الجهال انه داير دي جمال. فهمت، انا قلت كيفاه انت يا انسان كوزير تغلط غلطه كيما هذه، ولو انه نيته مش يسخر من ربي، نيته يدير نكته والناس تزيد تصفق على هذه النكته اللي هي انتهاك حرمه من حرمات الله، هو يقولها بنيته ولكنها لا تليق بوزير ومقام رسمي يمثل الجزائر.